ضيفا عزيزا على قلوبنا هذا اليوم في العراق في بغداد محافظة السلام، الأخ العزيز الفريق الأول الركن عبد الرحمن البنيان رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية، مهنئا بالنصر ويحمل رسالة من جلالة الملك وولي العهد والحكومة والشعب السعودي الشقيق لما حققته القوات المسلحة العراقية في النصر المبين على داعش. أيضا ناقشنا موضوع مهم جدا الجميع ينتظر، هو الحدود وفتح المنافذ، وتم القرار على فتح منفذ عرعر إن شاء الله في الوقت القريب بعد إكمال المتطلبات اللازمة حتى نقدر أن نسير قسم من قوافل الحجاج لهذا الموسم إن شاء الله ونسهل مهمتهم. وأيضا تم إبداء المرونة لمناقشة فتح أكثر من منفذ، وتم التوجه إن شاء الله بصدد فتح منفذ جميمة اللي هو في محافظة المثنى السلمان رفحة بالجانب السعودي، بعد أن نكمل المتطلبات الفنية والإدارية والأمنية. وناقشنا أيضا إنشاء مركز تنسيق مشترك معلوماتي استخباراتي يضم القوات المسلحة بين البلدين الشقيقين والقوات الأمنية لتسهيل مهمة تبادل المعلومات الاستخباراتية والأمنية وتبادل التجارة والوفود. بهذه الزيارة واللي أتطلع للقاء زميلي وأخي معالي الفريق عثمان الغانمي رئيس أركان القوات المسلحة العراقية، في الواقع لنتبادل هذه المعلومات ونتبادل هذه الآراء، فكان اللقاء مثمر، اللقاء يعكس مدى الرغبة في عودة التواصل بصورة مستمرة بين القوات المسلحة السعودية والقوات المسلحة العراقية. وناقشنا من خلال هذا ما تفضل زميلي النقاط التي كانت مدار البحث، وكنا توصلنا إلى توافق في الآراء، توافق في الطرح، وهذا في الواقع يعكس التزامنا جميعا بهذا التواصل المستمر إن شاء الله، ونتطلع إلى تواصل مستمر وبصورة مستمرة لنحل جميع المعاضل التي تواجهنا إن شاء الله. داعش هي ليست عدوة للعراق فقط، هي عدوة للعالم أجمع بمبادئها وبممارساتها، فانتصار العراق هو انطلاقة لدحر هذا الشر على مستوى ليس العراق فقط، على مستوى العالم إن شاء الله وجميع الدول. والآن التحالف القائم في محاربة داعش هو قائم لمحاربة داعش، ولكن كان انطلاقه من العراق وسوريا، وإن شاء الله يكون انطلاق هذا دحر هذا الشر في أماكن مختلفة من العالم.